السلام عليكم. ما نجموش ما نحكيوش على مشاركة انديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية ونخليوها تمر مرور الكرام، تشامبيونز ليج بالنسبة للترجي الرياضي والاتحاد المنستيري، كاس الكاف بالنسبة للنادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. واللي نقولها صراحة نحطوا الاتحاد المنستيري على جنب، بقية المشاركات بأتم معنى الكلمة فضيحة لكرة القدم التونسية، الفضيحة اللي عندها أسبابها، ما جاتش هكا من فراغ. والإشكال عمره ما كان في تعادل النادي الإفريقي والسي اس اس ولا هزيمة الترجي الرياضي، لأنه بحول الله ثلاثة أندية في مقابلات العودة باش يتأهلوا لدوري المجموعات. النادي الإفريقي تعادل ينتصر، السي اس اس تعادل ينتصر، وكيف كيف الترجي الرياضي رغم الهزيمة ينتصر ويتأهل لدوري المجموعات، وممكن ثلاثة أندية تنتصر بنتائج ثقيلة. مش لهنا الإشكال، ما الإشكال فاش يتمثل؟ الإشكال يتمثل أنه سقف طموحات الجماهير عالي، مازالوا يخزروا للماضي. على سبيل المثال جماهير الترجي الرياضي قولك غيرنا مدرب، مدرب نبيل معلول الفائز بالشامبيونز ليج في الماضي، قمنا بانتدابات محترمة الموسم الحالي لذا اللقب ولا غيره باش يرضينا. جماهير النادي الرياضي الصفاقسي واللي على ما أظن أكثر فريق تونسي ملقب بلقب الكاف، يقول لك عدنا مدة بعاد على التتويجات الموسم الحالي اللقب ولا غيره. جماهير النادي الإفريقي رغم الأزمات ورغم أنه كيف كيف بعيد فترة ما على المسابقات الإفريقية، لو كان تسأل جماهير وش يقول لك نمشيوا لبعيد وعلاش لا نفوزوا باللقب، لكن على أرضية الملعب قاعدين نراو غير هذا. وعلاش ما حكيناش على الاتحاد المنستيري؟ لأنه صراحة كفى ووفى بعد الموسم الفارط اللي قضاه، موسم خارق للعادة الموسم الحالي. وعلى ما أظن ومانيش متأكد من المعلومة، الاتحاد المنستيري عمره ما شارك في مسابقة إفريقية، يلقى روحه مباشرة متواجد في رابطة الأبطال الإفريقية، الدوري التمهيدي الأول، مباراة الذهاب بعد هزيمته هدف لصفر في رواندا أمام الجيش الرواندي، يقلب الطاولة في ملعب مصطفى بن جنات بعد انتصاره 3-0 لتأهل الدوري التمهيدي الثاني، وللأسف الشديد يواجه الأهلي المصري فريق القرن. مع هذا شفنا الاتحاد المنستيري يلعب بالند للند ومن غير مراكبات نقص أمام الأهلي المصري. على سبيل المثال ما شفناش الأهلي خلق فرص واضحة للتسجيل، لكن للأسف الشديد دقيقة 93 كانت المنعرج المقابلة بعد تقدم الأهلي في النتيجة، ولهنا ما نجمو كان نقولوا الخبرة غلبت الطموح. مازال شوط ثاني في مصر باش يكون صعيب وصعيب، لكن ما ثماش حاجة مستحيلة، وفي عالم كرة القدم كل شيء وارد. نرجعوا لبقية الأندية، أما قبل هذا أكيد بكنا سمعنا بتدوينة الإعلام المصري مهيب عبد الهادي اللي يقول الاتحاد المنستيري فرقة متواضعة جدا، الأهلي قادر على الصعود بسهولة، الكرة التونسية في خطر، أما تكون فرقة الاتحاد في المركز الثاني بعد الترجي يبقى في حاجة غلط. ولهنا وقت اللي نشوفه مع بعضنا التصريح الإعلامي المصري نلقاه منه جانب صحيح وجانب غلط. بالنسبة للجانب الصحيح من تصريحه أنه قول الكرة التونسية في خطر، صحيح الكرة التونسية في خطر، والدليل أنه ثلاثة أندية عائدت بنتائج سلبية رغم أنها لعبت خارج الديار، لكن وقت اللي تشوف الأندية اللي لعبت ضدها بتنجم كانت تكون نتائج سلبية. أما فيما يخص الاتحاد المنستيري وقت اللي نلقاوه في المرتبة الثاني بعد الترجي الرياضي في الدوري التونسي، ثم حاجة غالطة، ما ثم حتى شيء غالط. إدارة الاتحاد خدمت على روحها على عكس إدارات الأندية الأخرى، بل بالعكس الاتحاد المنستيري الموسم الفارط ممكن كان يكون الأول قبل الترجي الرياضي، لذا ما نسرقوش ميريت الاتحاد المنستيري. وفيما يخص بقية النتائج، ولا حسب رأيي سبب النتائج السلبية اللي قامت بها الأندية التونسية يرجع الريتم البطولة اللي مازالت ما رجعتش من نصله. وقت اللي نشوفوا البطولة الجزائرية نلقاهم حاليا داخلين في الجولة الثامنة، وقت اللي نشوفوا البطولة المغربية نلقاهم داخلين في الجولة السادسة، والبطولة التونسية لعبنا ربع جولة وقعدنا تقريبا 4 شهور مرتاحين، وتدخل مباشرة في الكاف وفي الشامبيونز ليج اكيد ماكش باش تلقى اليات اللعب نتاعك. وقت اللي ترى على سبيل المثال مباراه النادي الصفاقسي، ايمن دحمان ابدا قدم مقابله بطوليه، كان رجل المقابله بعد ما فسخ تقريبا 3-4 كور سانحين للتسجيل. هنا يقول القائل يا بياري تعتبر نتيجه النادي الرياضي الصفاقسي نتيجه ايجابيه بعد ما عاد بنتيجه التعادل. ليه؟ نقول لك كما ضد شكون؟ ضد فريق اثيوبي، اعطيوني اثيوبيا شفتوهاش مره في كاس
افريقي. رانا نحكيه على منتخب اثيوبي من 2013 كأس افريقيا بطبيعة نحكيه جنوب افريقيا واللي انسحب من الدور الاول. من عام 1982 المنتخب الاثيوبي متأهلش لكأس افريقيا. على فكرة اثيوبيا فازت بكأس افريقيا اللي نظمته اثيوبيا 1962. يعني نحكيه على منتخب متأهلش من عام 1982، كيف باش تكون الأندية متاعهم؟ الأندية متاعهم تعادلت مع النادي الرياضي الصفاقسي رغم أنه المقابلة في أثيوبيا، لكن تعتبر نتيجة إيجابية للنادي الأثيوبي وتعتبر نتيجة سلبية للنادي التونسي. نفس الكلام ينطبق على النادي الإفريقي. صحيح النادي الإفريقي عنده مدة بعيد على الأجواء الإفريقية، النادي الإفريقي خارج نوعا ما من أزمة، النادي الإفريقي مازال يمر بمشاكل، النادي الإفريقي رغم أنه تحسنت نوعا ما نتائجه مقارنة بالنتائج الكارثية اللي قدمها في السابق، لكن هذا ما يعنيش أنه النادي الإفريقي لعب ضد فريق من الزنجبار ولا من الزنزبار. فريق اللي لعب ضده النادي الإفريقي صراحة راهو لعب ضد فريق من بطحة، وسامحوني في الكلمة. وهذا ما ينجم كان يكون انذار للنادي الإفريقي بحول الله باش يتأهل للدوري المجموعات بحول الله، وممكن كيف كيف ينتصر بنتيجة عريضة، لكن علاش قلنا انذار؟ باش يعرف النادي الإفريقي شنية يستنى فيه في دوري المجموعات. كان في الدوري التمهيدي الثاني وضد فريق من الزنجبار ولا الزنجبار، الزنجبار عمري ما سمعت بها تأهلت الكأس إفريقيا، والنادي الإفريقي ينهي المقابلة بنتيجة 0-0 تعتبر نتيجة سلبية. يلزمو يفيق على روحه، يلزمو يعرف انه راهو دوري المجموعات باش يكون صعيب، والكلوب افريكا عندها مدة بعيدة على الأجواء الإفريقية، وهذه تعتبر نقطة سلبية للنادي الإفريقي. ونختموا الحلقة بالترجي الرياضي. وعلى حسب رأيي الشخصي ثم مشكلة قاعد يتعرض لها الترجي الرياضي بخلاف الريتم الضعيف للبطولة، ما ثماش ريتم من نصره، لكن سيطرة الترجي الرياضي على البطولة التونسية، وهذه راهي مش مشكلتها، مش مشكلتها وقت اللي تسيطر على البطولة التونسية، مشكلة الأندية الأخرى اللي هي ضعيفة لكن بطريقة غير مباشرة تأثر على الترجي الرياضي في رابطة الأبطال. كي نشوفوا المنافسة الكبيرة في الدوري المغربي بين الرجاء والوداد، المنافسة اللي رجعت عليهم بالإيجاب في رابطة الأبطال، نفس الكلام ينطبق على الدوري المصري، الزمالك والأهلي. تقريبا عامين التالي، 3 سنين تالي، النهائي كان بين الزمالك والأهلي. كيف كيف في أوروبا كنشوفوا الدوريات الخمسة الكبرى، الدوري الأنجليزي المنافسة على أشدها ديما باش تلقى في المربع الذهبي أندية أنجليزية، الدوري الإسباني كيف كيف ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد، الريال اللي فاز ب 13 لقب وهذا يرجع للمنافسة الكبيرة في الدوري. نفس الكلام كان ينطبق في السابق على الكالشيو، وقت اللي كان الكالشيو كالشيو، وقت اللي كنا نحكيه على ميلان روما إنتر يوفي، كنا نشوفه في الأندية الإيطالية متواجدة في نهائيات رابطة الأبطال الأوروبية، لكن بعد ما سيطر في السنوات الأخيرة يوفي اندثرت ميلان روما إنتر، حتى يوفي اللي سيطرت على الدوري رجع بها بالسلب، فيني في الشامبيونز ليج ما ثماش، علاش؟ على السيطرة المطلقة اللي سيطرتها في الدوري الإيطالي. تي هو البايرن وما أدراك، وقت اللي تحب توصفه قول البايرن يزي، فاز باللقب الدوري 10 مرات على التوالي، سيطرة مطلقة. في رابطة الأبطال الأوروبية نلقاو فاز على ما أظن 2001 وفاز عام 2012 وكيف كيف عام 2020، يعني تقريبا كل 10 سنين يفوز بلقب. البايرن تصوروه لو كان متواجد في الدوري الأنجليزي أو الدوري الإسباني، أقل القليل ما يفوتش 3-4 سنين ويفوز بدوري. وحدث ولا حرج على البي اس جي، الفلوس اللي صرفتها تتصرف على بلاد، ما تتصرفش على نادي متاع كرة قدم، ومع هذا ما عملت شيء في الشامبيونز ليج رغم السيطرة المطلقة في الدوري الفرنسي. لذا راهي السيطرة المطلقة على الدوري ما تنجم كان ترجع بالسلب على فريق في رابطة الأبطال، وتقريبا الكلام هذا ينطبق على الترجي الرياضي. في الختام النجم كان نقول إن شاء الله حظ موفق للأندية التونسية، النادي الإفريقي الترجي الرياضي، النادي الرياضي الصفاقسي والاتحاد المنستيري، على خاطر وقت اللي تكون الأندية التونسية في أوج العطاء نتاعها وتكون البطولة التونسية قوية، هذا ما ينجم كان يرجع بالإيجاب على المنتخب التونسي، ونلقاو ملاعبية متواجدين في الدوري متواجدين في المنتخب التونسي. في الختام البياري ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، سلام.